التقى محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، وناقش معهما ملفات المحافظة ذات الأولوية في قطاعات الخدمات الأساسية. التقينا بفخامة الرئيس، اطلعناه على كثير من القضايا التي تخص المحافظة وأيضا دولة رئيس مجلس الوزراء، شرحنا لهم ما تمر به المحافظة من صعوبات، عملوا على كثير من الحلول ستأتي إن شاء الله في الوقت القادم.